أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ذي المحامد كلها، أحمده جل وعلا وبيستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الأرض والسماوات، شهادة تكثر بفضلها الحسنات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي أيده ربه بأكبر المعجزات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، مشاهدي ومشاهدات قناة محمد السادس للقرآن الكريم، ها نحن نلتقي من جديد على مائدة القرآن مع سورة الكهف، تلكم الصورة التي تضمنت قصصا عجيبا، وتطالعنا في كل آية بشيء لا يمكن أن يدرك إلا لمن فتح الله عليه وتأمل تأملا صحيحا سليما متبعا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقبل ذلك لا بد أن نستمع خاشعين لقراءة مباركة مرتلة بأصوات بناتنا الفضليات أكرمهن الله، فلنصت خاشعين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة
قتلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إلا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بعد أن استمعنا إلى هذه القراءة المباركة المرتلة من هذه الصورة المكية التي هي 110 آيات وكل آية لا أحكام تخصها ولها أسرار ولها أنوار ولها حكم ولها ولها فقد كنا توقفنا في الحصة السابقة عند قول ربنا عز وجل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا أي كل من أتى إلى هذا الكهف واقترب منه فإن الخوف يداخله من بعيد وينقلب من حيث أتى ولا يأتي إلى هذه الحرمات التي جعلها الله من حرماته
أطال الله الأمد لهذا الكهف لهذه المدة المديدة، والناس كلما اقتربوا منه إلا داخلهم الخوف وطاردتهم قوة لا يرونها. وصدق الله العظيم لما قال في حق الحبيب صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها، فكان هذا الغار كذلك محروسا بجنود لم يرها أحد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. أنوار الإيمان يضمحل بين يديها أو تضمحل بين يديها ظلمات الكفر. لننظر إلى القلوب التي كانت منطوية على الظلام اضمحلت أمام هذا النور ولملئت منهم رعبا، لأن ظلام الليل يذهبه شروق الشمس، فكل قلب مريض لا يستقر أمام القلوب المسعة المشرقة بالأنوار. ولملئت منهم رعبا، ها هي مدة الرعاية تحت كامل العناية الربانية كادت تنقضي، وأراد الله أن يوقظهم. قال وتحسبهم إيقاظا، لكن هنا سيكونون إيقاظا. ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم بعد أن آنمناهم، كما قال الله في سورة الأنعام وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. هذا دليل واضح على أن البعث والجزاء لا ريب فيهما، وأن الساعة لا ريب فيها كذلك. وكذلك بعثناهم أي قضناهم بعد هذه المدة الطويلة تحت هذه الرعاية الجليلة ليتساءلوا بينهم. ها هم قد وقع فيهم هذا ومن أجلهم كانت هذه القصة وهم يجهلونها. هنا يتبين بأن الإنسان ضعيف. قال قائل منهم كم لبثتم؟ أجابوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لم يستطيلوا المدة ولكن جعلوها صغيرة. ولماذا استصغروا المدة؟ هذا سؤال لا بد من الإجابة عليه، بحيث لم يروا تغيرا لا في الأجسام ولا في الثياب. لم يروا تغيرا لا في الأجسام ولا في الثياب. لنسأل عقولنا لو قام هؤلاء ووجدوا شعورهم قد طالت وقاماتهم قد طالت، سيجدون الثوب قصيرا وسيخافون من أنفسهم، كل واحد سيفر من نفسه. لكن العناية اعتنى الله بكل شيء، مزداد فيهم في الأظافر، ناموا فتية وقاموا فتية، ناموا فتية وقاموا فتية، لتظهر قدرة الله وحفظه للشيء على أصله. لقائل أن يقول كيف هذه المدة كلها والإنسان ينمو ويجلس في مكان 309 سنين ولا يزداد شيئا
ولم يتغير لحمه ولا ثوبه ولا وجهه يقال له كلامك في محله، ولكن القرآن يجيب عن بعضه البعض ونبقى في حل من الأمر، لأن قدرة الله تارة تعكس الواقع. لابد إذا ذهبنا إلى سورة البقرة في قصة العزيز، عندما مر على القرية قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، استغرب استبعد، الله قال له ليس الأمر لك ولا في يدك. لما نزل على حماره ألقى الله عليه النوم فنام 100 عام. سبحان الله. الحمار هناك المأكل والمشرب، الماء موجود والكلاء موجود، لكن الحمار قد مات مع وجود أسباب العيش، لكن الفاكهة التي معه واللبن الذي معه والخبز الذي معه بقي طريا طيلة هذه المدة. هذه القصة، قصة هؤلاء الفتية، شبيهة بقصة العزيز المذكورة في سورة البقرة. عندما مر على القرية وهي ساقطة، أي الأبنية كلها على الأرض، استغرب واستبعد، قال أنى، أي كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبيت؟ يا من استبعدت القدرة، لبثت يوما أو بعض يوم. بنى على أنه نام في آخر النهار واستيقظ في آخر النهار، ولهذا قال يوما أو بعض يوم، بنوا على المدة التي ناموا بها. قال بل لبثت 100 عام. وانظر إلى آثار القوة كيف تفعل. عكس الأمر، عندما ذكر القرية لابد أن يكون بجانب القرية أنهار، هذا طبيعي لأن القرية لا تتكون على غير ماء، لابد أن يكون هناك مياه وأن يكون هناك أشجار وأن يكون هناك كلاء. ها هو الحمار، الماء موجود والكلاء موجود ولكنه مات، والطعام الذي معه بقي صالحا للاستعمال لم يفسد، فهذا الطعام كلما مر عليه يوم أو يومان إلا ويتغير لونه وريحه وطعمه، لكن 100 عام مرت على هذا الطعام وعلى هذا الشراب وهو لا زال طعاما وشراب لا زال شرابا، لم يفسد منه أي شيء، بقي محفوظا. مع العلم أن هذا الزمان المذكور لم يكن هناك مبردات حتى لا يذهب خيال الإنسان إلى أي شيء، لكن قال له انظر إلى القرية التي قلت أن يحيي هذه الله بعد موتها، وجدها عامرة كما رآها سابق عهده، ولما رجع إليها وجدها خاربة، عندما استيقظ وجدها عامرة مليئة بكل أسباب العمارة. أحياه الله، قال له انظر إلى حمارك. في موت الحمار حكمة ليبني عليه أدلة كبيرة، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى التركيب، ها وحمارك سيجتمع بين يديك وأمام عينيك لترى قدرتنا وهي تعمل ولا ترى، وانظر إلى العظام كيف ننشرها
ثم نكسوها لحما، فصارت العظام والأعصاب والعروق ثم غطيت باللحم هكذا، فكسوا العظام لحما ثم انسنوا. كذلك هؤلاء لو اطلعت عليهم لا وليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. استقصروا المدة، استصغروها، لأنهم لم يروا تغيرا في كل شيء. قاموا كما ناموا من غير تبديل، لا في شكل لا في ثوب، قاموا كما ناموا. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ناموا على كلمة رب. فعندما طرح السؤال أجيب عنه بسرعة وعادوا إلى الرب، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، خذوا فيما أنتم في حاجة إليه واتركوا هذا الأمر إلى الله. والعاقل دائما لا يخوض فيما لا يعود عليه بنفع، لا يخوض فيما لا يعود عليه بنفع. وهذه الكلمة، هذه الآية بالضبط، هي في الدارجة المغربية وفي المثل ساري في الأمة المغربية كاملة، قليل اللي ما كيعرفش اش دايرين ليها المغاربة. المغاربة دايرين لهذا الإنسان باش ما ياخدش في الشيء اللي ما يعنيش، كيقولوا الشهر اللي ما نتخلص فيه ما نحسبوش. شوف ربكم أعلم، خوضوا فيما أنتم في حاجة إليه ولا تشغلوا عقولكم بما لا علم لكم به، ربكم أعلم بما لبثتم، لكن أحسوا بألم الجوع، استغنوا عن الطعام هذه المدة كلها، استغنوا عن الشراب هذه المدة كلها، لم يتألموا، لأن عناية الله ترعى من كان تحتها أصلا وفصلا. ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم، تعالوا لناخذ رأيا سديدا، فابعثوا أحدكم بورقكم. ها نحن عندما خرجنا، خرجنا ومعنا فضتنا، السكة آنذاك المسكوكة كانت فضة، كانت فضة مش ذهب. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بوريقكم، الورق بكسر الراء الفضة، والورق بفتح الراء ما يكتب عليه. ها هو إلى سمعنا، الورق بالكسر والورق هكذا، الورق بالكسر وبالسكون الفضة، وبالفتح فقط الكاغد الذي يكتب عليه. فابعثوا أحدكم بورقكم، هذه في دمشروك كانوا كأنهم جماعة تعيش برأس مال واحد، ولهذا أضافوا القيمة إليهم جميعا بورقكم، بقاش بورقي أو بورق فلان، وإنما بورقكم هذه إلى المدينة. لابد أن يذهب أحدكم إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. المؤمن باحث عن الطيبات، أيها أزكى طعاما. تعالوا إلى السنة، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. فهؤلاء الطيبون قالوا لهذا اذهب واشتري لنا طعاما طيبا، أزكى طعاما أي أطيب وأطهر، لأنهم كانوا يعلمون أن
الناس لا يتورعون عن الحرام، فلهذا قالوا أيها أزكى طعاما، حتى يزيد المباح، لأنهم ناموا وهم يعلمون أن القوم خارجون عن المذاهب كلها وفيهم مروق من الدين، ولذا قالوا فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه، فلياتكم برزق منه، لأن الطيب يسمى رزقا حيث كان على المنهج يسمى رزقا. فلياتكم برزق منه أي من الطعام الزكي الشهي الطيب اللذيذ الذي لا يتنغص الجسم بسببه، وليتلطف، هنا ياخذ بالأحوط. على سبيل المثال، وهذه فائدة إن شاء الله، جواز الوكالة عندنا في المذهب المالكي يؤخذ من هذه، حيث وكلوا أحدهم بالتصرف في مالهم وقضاء حوائجهم. الوكالة توكيل الغير بشرع من قبلنا شرع لنا، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، وبعدها وليتلطف. المذهب المالكي فيه الأخذ بالأحوط، لابد من الاحتياط حتى في الكلمة، الإنسان لا يسرع فيها ولكن يمشي بمنطوق القرآن وبما بني عليه مذهبه الذي يدين الله به، وليتلطف ولا يتهور. والحبيب صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا عندما خرج من مكة إلى غار تور واختبأ، أخذ بالحيطة والحذر ليعلمنا الاحتياط في كل شيء، حتى ذاك الخروج ليلا، حتى الغنم التي كانت خلفهم تمحو الأثر. فهذا كله، شوفوا المذهب المالكي وقيمته في السنة المطهرة واتباع للمصطفى واقتفاء الآثار والعمل والسير عليه. البعض الذي لا يدرس ولا يعطي للشيء حقه ينطق بسفح، وليتلطف ويكتم الأمر حتى إذا وقع ونزل يسكت. ولا يشعرن بكم أحدا، لا يقولن لشيء أنا أتيت من الكهف الفلاني وأنا من جملة الفتية التي كانوا مطلوبين للعدالة، وعندما أخذوا أطلق سراحهم حتى يبلغوا. لا، هذا يكون في طي الكتمان ولا يجوز البوح به. وعللوا الاحتياط وكتمان الأمر، فعندما ذهب هذا الرجل إلى المدينة وجد الأمر بعكس ما ظنوا. هم ظنوا أن الناس لازالوا على شركهم وكفرهم، لكن الأمر بالعكس، بمعنى أن الناس مؤمنون تابعون لشرع الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.